من وقت ما تم الاعلان رسميا عن الشكل الجديد لبلاي ستيشن 5 ومنافسيه في السوق، والجيمرز التانيين بيقولوا ان طالما البلاي ستيشن ذات نفسه شكله بالفخامه دي، اما للالعاب اللي هتبقى عليه عامله ازاي. فخليني اقول لك اهلا بيك في حلقه جديده على قناه اكتشف العالم من سلسله اكتشف بدقيقتين. من غير اي تاخير خلينا نخش الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا بكم يا جيش المكتشفين في حلقه جديده على قناه اكتشف العالم، وخصوصا السلسله اللي بتحبوها اكتشف دقيقتين اللي بنتعرف فيها على اشرس الاخبار الجديده في التكنولوجيا والالعاب. زي ما احنا شايفين قدامنا يا شباب دي شويه صور خبيثه ما تطلعش غير لجيش المكتشفين تم تسريبها، خصوص ان الصور دي هي بعض الصور اللي متسربه من استوديوهات EA الشركه المصنعه لافضل الالعاب اللي احنا بنلعبها في حياتنا من ضمنها نيد فور سبيد وفيفا. بيقولوا لك ان دي شويه صور من العاب الجيل القادم على سلسله الكونسولز زي البلاي ستيشن 5، العاب بالجرافيك الواقعي والخرافي ده اللي هو حرفيا انت مش عارف تفرق ما بينها وما بين الحقيقي. اما للالعاب ذات نفسها هتبقى عامله ازاي، واللي يثير الشكوك اكتر ان طالما الالعاب والجرافيك بتاعها والجيم بلاي بتاعها بالعظمه دي، اما للكونسول ذات نفسه اذا كان بلاي ستيشن او اكس بوكس هيبقى اداؤه عامل ازاي. ده اللي يشرفني جدا اني اسمع منكم في الكومنتات تحت ونتناقش فيه براحتنا. اتشرفت جدا بمشاهدتك الفيديو ده، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، وشير الفيديو مع كل اصدقائك، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه، زرار الاحمر اللي تحت الفيديو وهيطلع لك جنبيه جرس فعاله. كان معاكم يوسف نصر، في امان الله.